صلوا على النبي، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بما أننا جالسين نتمشى في باتومي، خلونا نعطيكم فكرة عن جورجيا أو عن باتومي. جورجيا يا جماعة الخير هذه دولة من دول الاتحاد السوفيتي، استقلت عام 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. الشعب هنا يتحدث اللغة الجورجية، كثير منهم يتحدث الروسية، وهذا الشيء أنا يريحني صراحة واستانس أني أحب أتكلم بالروسي. الشعب هنا يا طويل العمر والسلامة أنا أشوف أنه شعب كويس على حد يعني بداياتي هنا مع الناس لطيفين، ما عندهم أي مشاكل، جوهم حلو. طبعا لغتهم يا أخوان اسمها اللاري. اللاري بحوالي كل 100 ريال تساوي 60-70 لاري. الحين بروح أصرف ونشوف العملة بالضبط مع بعض. بالنسبة للأسعار أنا أشوف إن البلد سعر أسعاره جميلة، في متناول الجميع، مش غالي، فيها فعاليات وأكتيفيتيز جميلة وحلوة زي ما أنتم شايفين، طبيعة وخضار وحلاء. طريقة السفر عندك خطوط طيران ناس الله يعطيهم العافية، عندهم دايركت فلايت على جورجيا، على تبليسي وعلى باتومي دايركت. إيش كمان يا طويل العمر والسلامة بالنسبة للسكن، وكثير ناس سألوني على السكن 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 يا أخوان. أنا أشوف إن فيه متناول جميل، يمديك تسكن في فنادق غالية 5 ستار، ويمديك تسكن في فنادق أقل منها، وكمان في شقق. أنا أنصح دائما يا أخوان في زي هذه الدول ممكن إنك تستأجر عن طريق الاير بي ان بي، في برنامج اسمه اير بي ان بي، هذا حلو، فيه يوفر لك شقة بس عارها تكون معقولة ورخيصة. الفندق اللي أنا ساكن فيه سعره كل حوالي 1000 ريال 1000 وحاجة. الطيران البارح كثير سألوني الطيران بكم الطيران بكم الطيران، جماعة الخير يبديك تفتح موقع خطوط ناس أو طيران ناس، تفتح تلاقي الأسعار، لأن الأسعار تختلف، اللي بيطلع في النهار، اللي بيطلع في الليل، اللي بيطلع في المساء، اللي بيطلع بعد أسبوع، اللي بيطلع بكرة، الأسعار تكون مختلفة. أنا لما سافرت طبعا جورجيا من الدول اللي ممكن تصلح للأطفال، زي هذا الطفل الجميل، ممكن إذا عندك أطفال زي هذا الطفل الجميل تأخذهم معك توديهم أنهار، ألعاب، ملاهي، مسابح، كل شيء موجود صح؟ ها؟ شوف تبغى ملاهي، وين الملاهي؟ يلا روحي ملاهي، يلا جري جري على الملاهي، جري على الملاهي يا أمل، يلا جري أنت روحي جري. ها يا ولد هذه البنت، يا ولد عندكم زي هالبنت؟ أحد فيكم عنده زي ذا البنت الله يصلحها ويهديها؟ طبعا حنا تذاكرنا أخذناها الرايح، أنا قلت رايح بس رايح ب3000 على الأربعة، حنا 4 أشخاص طفلين وأنا وأم أميرة ب3000، يعني الواحد يطلع بكم؟ يطلع بحوالي أقل من 1000 ريال، يعني يطلع حوالي 750 يمكن شيء زي كذا، 750 الواحد طبعا رايح. وسلامتكم يا حلوين، هذه